في إطار خطة التحفيز الاقتصادي وتحقيق رؤية عمان المستقبلية 2040، عرضت سفارة سلطنة عمان بالعاصمة الأردنية أهم المقومات الاستثمارية والاقتصادية في السلطنة خلال لقاء سعادة سفير سلطنة عمان لدى الأردن الشيخ هلال بن مرهون المعمري مع المستثمرين ورجال الأعمال والإعلام الأردنيين. بالنسبة للسلطنة، أعلنت عن مجموعة من المحفزات الاقتصادية ضمن رؤية عمان 2040، وكذلك ضمن الخطة الخمسية الحالية. وبهذا المناسبة اليوم نحن لدينا مجموعة، دعونا مجموعة من كبار رجال الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك مجموعة كبيرة أيضا من الإعلاميين. فنحن نعمل نوع من التسويق لرؤية عمان 2040. والعلاقة المميزة والخاصة علاقات قديمة ومتجذرة، وعلاقات مميزة تميز في كل المجالات ما بين القيادات قادة البلادين والتي نعتز ونفتخر في مستواها، وأيضا الشعبين. وبنفس الوقت العلاقات الاقتصادية بتحسن مستمر وبتسارع، وهذا ما يسعدنا أيضا. اللقاء استعرض أهم محطات إعداد رؤية عمان التي تعتبر بوابة سلطنة عمان لعبور التحديات ومواكبة التغيرات وتحقيق الطموحات في مواصلة بناء عمان والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة. خلال لقاء اليوم في منزل سعادة السفير العماني في عمان لبحث فرص أو لعرض فرص الاستثمار الموجودة في سلطنة عمان، كان تسليط الضوء على أهم المشاريع الكبرى في السلطنة في قطاعات متعددة والمناطق الاقتصادية الموجودة في سلطنة عمان كمنطقة الاقتصادية في الدقم أو الخزينة وما إلى ذلك. صراحة أنا اللي شفته اليوم أبهرني، خصوصا في منطقة دقم وخزائن. صراحة يعني بنية تحتية رائعة، وأنا عجبني أكثر شيء الاستثمار في الصناعات الدوائية. الأردن هون تعتبر يعني من أهم الدول في المنطقة اللي متقدمة في الصناعات الدوائية، وأنا شايف في فرص كبيرة للأردن أنها تستثمر في الصناعات الدوائية في سلطنة عمان. ثناء وأصداء إيجابية لدى الحضور بهذه الجهود المبذولة والحوافز والبيئة التنافسية التي تقدمها السلطنة في جميع القطاعات والخطط المستقبلية لاستيعاب الواقع الاقتصادي والاجتماعي. فتح أبواب جذب الاستثمار في السلطنة يعد فرصة حقيقية للمستثمرين لما تتمتع به السلطنة من مقومات ومحفزات وبيئة أعمال استثمارية محفزة وجاذبة. ربا آغا لتلفزيون سلطنة عمان، عمان.